وللحديث عن واقع التعليم في العراق وقرارات الوزارة فرض نسب نجاح عالية على أساتذة الجامعات وأثر ذلك على مستقبل المنظومة التعليمية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث والسياسي الدكتور هلال الدليمي. حياكم الله دكتور هلال. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور هلال. يعني لحل أزمة ارتفاع نسب الرسوب في الجامعات فرضت كما تعلم وزارة التعليم على أساتذة الجامعات نسبة نجاح عالية يجب تحقيقها. بداية لو توضح لنا ما هو السبب وراء النسب المتدنية للنجاح في الجامعات. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المعلم الأول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحية لكم ولقناة الرافدين لفتح هذا الملف الخطير الذي يؤسس لتجهيل متعمد للشعب العراقي وتدمير آخر لبنات المستقبل الذي يجب أن يهتم به، وهو التعليم والتعليم العالي الذي يقود المجتمع بكل تأكيد بكل مراحله المستقبلية والحالية في المجال السياسي والاقتصادي والعلمي والتطور وما إلى ذلك. ورفع المستوى العلمي هو هدف لكل الدول، كل الدول مهما كان مستوى الدخل المادي، الهدف الأول لها رفع المستوى التعليمي لدى أبنائها، لأن هذا الأمر ليس فيه مجال للتهاون وليس فيه مجال للتفاوض وليس فيه مجال لأن يهب المدرس أو الأكاديمي الدرجة لمن لا يستحق. وهذا حقيقة يعني يمثل حقيقة قنبلة موقوتة في التعليم العالي، لأنه كما تفضل تقريركم أن الأساتذة الذين يريدون أن يحافظوا على سبل معيشتهم وسوف يهبون الدرجات بدون استحقاق، وهذا ما يؤدي بكل تأكيد إلى انهيار تام للعملية التعليمية. ولا ننسى بأن التصنيف العالمي للجامعات العراقية خرجت من التصنيف العالمي، وهذا الأمر المقصود، لأنه المقولة العلمية تقول إذا كان المخطط عالما والمنفذ جاهلا فالنتيجة كارثية، وإذا كان المنفذ المخطط جاهلا وهذا ما يحصل والمنفذ عالما فالنتيجة كارثية أيضا. وهذا ما يحصل في هذه القرارات التي لا تستند إلى حقيقة رفع المستوى العلمي، بدل من نبحث بحثا علميا دقيقا في الجانب الأكاديمي ما هو سبب تدني المستوى التعليمي في العراق وارتفاع نسبة الرسوب، لأن التدريس الذي يسبقه وتأهيل الطلبة والدرجات التي تمنح هكذا للطلاب في المراحل السادس العلمي والأدبي والمراحل الإعدادية هي التي أتت بطلاب هذا مستواهم، هذا هو المستوى الذي يستحقونه، فسوف يتفاجأ في الجامعة عندما يكون معدله من المتفوقين ودرجاته عالية وهو لا يفقه شيئا لأنه أتى بهذه الدرجات عن طريق تدني المستوى التعليمي في الأساس. لكن أن تذبح الأستاذ الأكاديمي الجامعي بهذا القرار، هذا ذبح حقيقة يعني بلا رحمة. طيب دكتور هلال، من حيث المبدأ يعني أليس من حق الوزارة أن تفرض كما باقي الدول، قد يسأل سائل، أن تفرض نسب نجاح معينة بناء عليها يعني أو بناء على دراسة ماذا يحتاج سوق العمل وغيرها من الأمور، فرض نسبة معينة من النجاح لربما أمر متداول في باقي دول العالم، ولكن ما هو الغريب في العراق؟ لا توجد دولة في العالم تحترم التعليم العالي تحديدا أن تفرض على الأساتذة نسبة نجاح. هذا الأمر يتم، هذا الأمر لكي نرفع المستوى التعليمي للجامعة أو للجامعات والتعليم العالي بشكل عام، علينا أن نرتقي بالمستوى التعليمي، لا أن نساهم في أن يكون المستوى التعليمي متدني. عندما أمنح درجة أنا كأكاديمي كأستاذ جامعي، عندما أمنح درجة لمن لا يستحق فأنا أرتكب إثم بحق نفسي وبحق ضميري الوظيفة اللي أنا فيها وبحق الطالب الذي أنا أعطيه ما لا يستحق. فأنت لاحظ الجريمة المركبة التي ارتكبها الأستاذ بهذه الطريقة. إذا أردنا أن نرفع المستوى التعليمي علينا أن نقف
وقفة جدية أن يقف التعليم العالي. شهادة الوزير التعليم العالي هي مزورة ومن جهة غير معترف بها، فكيف تريد من وزارة يقودها هذا الكادر لهذا الوزير أو غيره من الكوادر التي كل شهاداتها غير معترف بها من الوزارة نفسها، من نفس الوزارة الجامعة التي تخرج منها هذا الوزير بغض النظر عن اسمه وانتمائه وغيره، من جامعة غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، إذن ومشهورة في التزوير. إذن نحن نتحدث عن تخريب متعمد. هذا الكلام ليس تمني. عندما نريد أن نقف على مشاكل التعليم في العراق فهي ضمن مسلسل التهديم الذي أتى به المحتل الأمريكي واستبعد كل الكوادر ومعظم الكوادر العلمية التي تعرضت إلى الإبعاد والقتل والتهجير والتهجير القسري ومن ثم كل القرارات الأخرى، وبعدين زج في التعليم وناس ليس لهم حقيقة الإمكانية في إعطاء رفع التعليم، بل أصبحت تمنح الشهادات هكذا. وهذا القرار يزيد الطين بلة مثل ما يقول المثل العامي، يعني لأنه أنت تأتي على وزارة التعليم العالي. ما هو التعليم العالي؟ ما هو تعريفهم للتعليم العالي؟ أنا أعتقد أنهم هم عندهم حقيقة سوء فهم حتى في المعنى الذي يعملون فيه. يعني أنت عندما تتحدث عن التعليم العالي هو رفع المستوى العلمي للمتعلم من مستوى الإعدادية إلى مستوى العمل، وأن يجاري التطور العالمي الذي وصل إلى مراحل متقدمة جدا، ونحن نفرض على الأستاذ أن ينجح هذا وينجح ذاك. هذا السبب ليش؟ لأنه هناك أناس محسوبين على التيار الفلاني والتيار الفلاني هم الذين يتحكمون بالعملية التعليمية، وبالتالي يريدون الذين يعني يدخلون في هذه الكليات. هنا لابد من الإشارة دكتور هلال أن وزير التعليم هو أصلا من ميليشيا العصائب وجاء بناء على المحاصصة الطائفية في الحكومة. نشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك.